أطفال صغار بعقول الكبار وحكمة الأبرار. طريق الفردوس الآن. وطريق الفردوس يسمى هو للعمر سباق، هو للتقوى سبيل، هو للروح انطلاق. وطريق الفردوس يسمى هو للعمر سباق، هو للتقوى سبيل، هو للروح انطلاق. ينشر الخيرات فيضا هو في الأخرى صداق. إننا لله نسعى نرتجي يوم التلا. عدد جديد من برنامج طريق الفردوس بولاية قسنطينة، مدينة العلم والعلماء ومدينة الجسور المعلقة، مع صديقي وأخي عبد الرحمن فالح. بارك الله فيك أخي رضوان. إذن كما ترون مشاهدينا الكرام، نحن نقف أمام هذه المناظر الطبيعية الخلابة. يعني ما شاء الله، مدينة قسنطينة جميلة بمناظرها الخلابة وجميلة بعلمها وعلمائها. نعم عبد الرحمن، كنا تكلمنا في العدد الماضي على مكانة القرآن الكريم ومكانة لدى المسلمين، طبعا مكانة هذا الكتاب العظيم، وتطرقنا إلى هذا الموضوع المهم. سنتواصل في سرد بقية هذا الموضوع المتعلق بأيضا مكانة حافظ القرآن الكريم لدى المسلمين من خلال تجربة البطل عبد الرحمن فارح، الذي هو قدوة لكل براعمنا الصغار في هذا المجال، مجال حفظ القرآن الكريم. إذن نشاهد مع بعض تقارير التي جمعناها من سكان ولاية قسنطينة حول حافظ القرآن الكريم، ونلتقي بمحمد في الأستوديو. نعم عبد الرحمن، نلتقي بصديقنا محمد شرحبيل في البلاطو. وطريق الفردوس يسمى هو للعمر. ماذا يمثل لك القرآن الكريم؟ القرآن الكريم هو ربيع قلوبنا ونور صدورنا، حيث به تبنى كل الحياة، ويضيء الدرب ويصحح المنهاج والمنوال. القرآن الكريم بالنسبة لي نور. القرآن الكريم يجعل الإنسان مميزا على جميع الكون. القرآن الكريم يجعل الإنسان مفضلا، والملائكة تستغفر له. وأيضا يعني القرآن الكريم، مكانة حافظ القرآن مكانة سامية جدا. ما أجمل أن تكون يعني وحدك أو مع الجماعة هكذا وأنت حافظ القرآن، فالملائكة تستغفر لك. وطريق الفردوس يسمى هو للعمر. So hello guys, we're back again. These two met up and decided to come here. I mean, the more the merrier. I can't say no, because I mean, here we have a beautiful guest. Thanks. You're welcome. And we also have one of the people who knows Al-Quran by heart. Who do you think it is, Radwan? نعم عبد الرحمن، هو أحد الثمار اليانعة في حفظ القرآن الكريم، وهو قدوة كبيرة نفتخر بها نحن كجزائريين في حفظ القرآن الكريم، وهو الآن يدعوكم إلى الطرق التي تساعدكم على حفظ هذا الكتاب العظيم، بما أننا طبعا دائما كلمتنا موجهة إلى فئة الصغار، لأنه عبد الرحمن الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. على الحجر، ليس كذلك؟ نعم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن أتكلم عن طرق حفظ القرآن الكريم، أود أن أتكلم لكم عن فضائل حافظ القرآن الكريم. حافظ القرآن الكريم له منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فقد ذكرنا في الحلقة السابقة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن لله أهلين من الناس. قال الصحابة: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. طرق حفظ القرآن الكريم متعددة جدا، لكن قبل أن يبدأ الإنسان في حفظ القرآن الكريم، يجب عليه أن يتصف ببعض من الأوصاف،
من أهم الأوصاف التي يجب أن يتصف بها حافظ القرآن الكريم هي الإخلاص والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وسيأتيك التوفيق من الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال. الإخلاص قولا وفعلا هو من أهم الأمور التي يجب أن يتصف بها حافظ القرآن الكريم، أن ينوي بأن يحفظ القرآن الكريم لوجه الله سبحانه وتعالى. الإخلاص في النية. نعم صحيح. بعدها التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأنه من أجل حفظ القرآن الكريم يجب أن تكون لدينا الإرادة القوية والعزيمة القوية، ويجب أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، وكما قلت التوفيق سيأتي من الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال. الآن ننتقل إلى أهم أو من أفضل الطرق التي تساعد في حفظ القرآن الكريم. بالنسبة لي من أهم الطرق التي تساعد في حفظ القرآن الكريم وخاصة للكبار هي السمع والتكرار. كيف يكون ذلك؟ عن طريق سمع المقطع الذي تود أن تحفظه مرارا وتكرارا إلى أن تحس يعني أنه ترسخ في ذهنك. بعدها تقرأه من المصحف أيضا عدة مرات. بعدها إذا كنت مع أستاذك ستعرض على أستاذك ما حفظته، أو إذا كنت وحدك ستغلق المصحف، أو هناك طريقة أخرى أن تكتب ما تحفظه وبعدها تقارن كتابتك مع المصحف. أما بالنسبة للصغار، صغار حفظة القرآن الكريم، يمكن أن نحفزهم عن طريق إقامة مثلا تحديات، مثلا من يختم اليوم الثمن كذا وكذا سأقدم له يعني مبلغا رمزيا أو الجائزة التي يريدها، فهذا يحفز الأطفال على المواصلة في حفظ القرآن الكريم. نعم، هذا والله نعم عبد الرحمن، وهو ما تسعى إليه بعض البرامج الهادفة التي دائما ننادي بها من أجل أن تقدم هكذا نوعية من هكذا برامج من أجل تشجيع البراعم الصغار في حفظ القرآن الكريم والمشاركة في هذه المسابقات. So basically, if you did not understand what he just said, he said, first, before I tell you how you can learn the Quran, you have to know that if you want to learn it, there are some things you have to have, some qualities. Number one is al-ikhlas, which is doing it with the pleasure, not doing it like, I was forced to do this by my parents, but I still have to. Man, or else I'll get grounded. That's not the way you learn anything, trust me. So basically, as our amazing, unique person here who has known Quran said, you have to want to do it. You're very welcome, you deserve it. But you have to want to do it. And I'm pretty sure that there are many kids, if you are watching, you could learn Quran easily, as he said, by just believing that God will help you and repeating it, listening and repeating and then writing. That's the best way. Continue, please. نعم، thank you محمد. عبد الرحمن بلال جعفر أيضا ساهم من خلال بعض البرامج التي تقدم في القنوات الجزائرية بتشجيع حافظ القرآن الكريم من خلال مسابقة فرسان القرآن اللي قدمتها على قناة القرآن الكريم. احنا نتكلم على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا تلعب دورا مهما في تشجيع حافظ القرآن الكريم أن يهتموا رواد التواصل الاجتماعي بدعم هؤلاء الحفظة حفظة القرآن الكريم. نعم، أول شيء سعيد جدا بتواجدي معكم للحلقة الثانية على التوالي، وأيضا يعني من دواعي الفخر والاعتزاز أن نكون موجود أن أكون موجود بين هذين العبقريين. يعني ما شاء الله، واحد في القرآن العظيم هو عبد الرحمن فارح، وآخر يعني متمكن في اللغة الإنجليزية أداء وإتقانا وجمالا، يعني ما شاء الله تبارك الله. طبعا العناية بالمواهب القرآنية شيء عظيم، جاء في الحديث في الأثر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم القرآن وهو فتي خلطه الله بدمه ولحمه. وهذا يعني أن ينشأ الطفل على قراءة القرآن، فهذه حكمة كبيرة.
أحد الحكماء قال علم ابنك القرآن والقرآن يعلمه كل شيء. هذا شيء عظيم وشيء جميل، لأن القرآن العظيم كلماته عظيمة، كلماته نور وكلماته حكمة، فكيف بأطفالنا وهم يعني وصدورهم تحوي القرآن العظيم؟ هذا شرف عظيم. ولا شك أنه أن هذه الرسالة يجب أن تصل في عصر الوسيلة. من العيب ومن المعيب أن تتعثر رسالة كرسالة القرآن العظيم في عصر الثورة الإعلامية الهائلة. اليوم صارت مواقع التواصل الاجتماعي فضاء لنشر الرسائل، سواء كانت هذه الرسائل إيجابية أم سلبية. وأنا من خلال تجربتي البسيطة في صناعة المحتوى مثلا على موقع الفيسبوك، كنت أهتم بالأطفال، منهم الطفل أيوب بزاز وأيضا الطفل عجاج من ولاية تلمسان، ولاحظت كيف أن الناس تتفاعل بالفيديوهات القصيرة أو الفيديو جرافي القصير حول هؤلاء الأطفال، لأنهم أكيد يشعرون بالفخر ويودون أن يكون أبنائهم يعني يحفظون القرآن. هنا في مسجد الصمد لما كرم الإمام الفاضل أيوب بزاز، جاء أحد الأولياء والدموع في عينيه، يقول ليت ابني مثل هذا الطفل. هذه القدوات الصالحة. القدوات الصالحة. التربية بالقدوة. التربية بالقدوة هي شيء عظيم. الطفل لا يتربى بالكلام، لا يتربى افعل ولا تفعل، ويتربى بما يراك عليه. حينما يرى قدوات يعني ويكون هناك تحفيز كما ذكر محمد عبد الرحمن فارح، فهذا أكيد سيشعل الطفل. كثير من الأطفال عبر التاريخ الإسلامي نشأوا في هذه البيئات المحفزة. هناك من حفظ الحديث لأن والده كان يعطيه درهم عن كل حديث، فحفظ مليون حديث، فتصور ماذا أنفق هذا الوالد على ولده وأنشأ لنا عالما من علماء الحديث. كذلك في القرآن العظيم، أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا كانوا يحتفون بالطفل الذي يحفظ القرآن، كانوا يلبسونه البرنوس ويحتفلون به ويحتفون به، وهذه العادة ولله الحمد ما زالت موجودة. يجب أيضا أن نركز على تحفيز يعني على هؤلاء المواهب في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا تصير. بالمناسبة أخي رضوان، كنا ونحن يعني قبل يعني عقد أو عقدين نفخر بأبنائنا حينما يحفظون القرآن، وحينما يأتي الضيوف إلى المنزل، تعال يا ابني أيمن أو ابني أمين أو ابني خليل تعال اقرأ، أو ابنتي زينب تعالي اقرأ القرآن أمام الضيوف، ويشعرون بالفخر والاعتزاز. كذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، أنا حبذا لو أن الأباء والأمهات يضعون مقاطع لأبنائهم وهم يقرؤون القرآن بصوتهم الجميل والبريء، فهذا له أثر كبير بدل أن في نفوس البقية. That's the thing that we need today. We need to encourage them to learn more. After you said that there are parents who actually encourage and there are parents who want their children to do that, you have to make them want to. You have to teach them and encourage them. Yes. يعني التشجيع كما يذكر محمد هو شيء مهم جدا للطفل. حينما تشجعه، حينما تكون تقول له أنا I am so proud for you، يعني حينما يكون هناك اعتزاز وهناك فخر بالطفل، أكيد أنه وهذه بلال نعم وهذه بلال مهمتنا نحن كإعلام أنه نشجع وننور المجتمع الجزائري خاصة من خلال هذه البرامج الهادفة التي نقدمها. أنا قدمت عشرات الحفلات القرآن العظيم في المساجد في كثير من الولايات. صدقني أخي حسين، 99.99 من حفاظ القرآن متميزون في دراستهم. ما شاء الله، هذه بيناها يعني بيناها حسبق نعم. ممتازين، يعني هذا شيء يدعو للفخر ويدعو لي. القرآن الكريم يساعدك في مسارك الدراسي ويضيف لك إضافة كبيرة ويخليك أنك مخك ينفتح على أمور كثيرة في العلم وفي طلب العلم. يلا نروح الآن مع بعض الصغاري إلى ولاية قسنطينة، نروح نشوف هذه الولاية الجميلة. رحنا في سياحة العدد الماضي، نكملوا هذه الرحلة السياحية المتميزة. الشيخ بلال ربما نختم معك. طبعا أقول لهم مرحبا بكم في مدينة الشيخ عبد الحميد بن باديس، مرحبا بكم في مدينة العلم والعلماء. ونقول لكم ما قال محمد آل خليفة يوم ختم القرآن الشيخ بن باديس، قالوا بمثلك تعتز البلاد وتفخر، وأنا أقول لها لأبنائي بمثلكم تعتز البلاد وتفخر. وطريق الفردوس يسمى هو للعمر سباق،
هو للتقوى سبيل، هو للروح انطلاق وطريق الفردوس.